واصل واصل. إن شاء الله. المهم من هذا المنطلق هو الآن راه أصبحت الإنترنت، يعني ما نقولوش إحنا راه في متناول الجميع، ولكن راه الناس اللي أصبح عندهم الآن يعني وضع يعني هكذا متوسط يعني قادرين يستعملوا هذه التقنية هذه. من خلال هذه التقنية الآن راه كاين تواصل غير الإنسان اللي ما حبش يعمل، يعني أي إنسان يمكنه أن يصبح مدير، يعني يدير قناة فضائية الآن. راه مثلا اليوتيوب راه أصبح يعني وسيلة يعني في منتهى الروعة، يعني أصبح حتى كما نقولوا ينافس قنوات فضائية الآن. يعني راه الكثير من القنوات الفضائية تمتلك حسابات على الموقع تاع اليوتيوب، وكثير من المواقع اللي راح تستعمل في الصوت والصورة. أنا مثلا أنا ما انتظرش الجزيرة على جال باش تجي تعيط لي ندير معاها حوار، أنا اللي ندير الحوار، أنا اللي ندير المبادرة، ما انتظرش أنا قناة الحوار تعيط لي ولا قناة زيد ولا عمر، أنا اللي ندير المبادرة ونخلي القناة هي اللي تجي لعندي. حقيقة هو أنه القوة نتاع القناة مش كيف ما القوة نتاع الموقع نتاع الإنترنت. عادل، إذا سمحت، تفضل. ألو، أتسمعني؟ أنا نسمع فيك، الأخوة، راني نسمع فيك. إذا أحببت نشر الاقتراحات، المصالحة مشروع أمة، نعم مشروع شعب، نعم وليس أبدا مشروع حكومة أو دولة بين قوسين. نعم متفق معك. لعل الخطأ الذي وقع في الكثير من الجزائريين عندما يصدقون بأن بإمكان المصالحة التي هي في الأصل مجموعة الحلول المنهجية الجادة الصحيحة للمشكل السياسي الذي تحول إلى أزمة وما يزال يتفاقم إلى اليوم. هذا أمر كمن يعلق صخرة في شعرة. المصالحة الوطنية مشروع أمة لتتحول إلى مشروع دولة ولتتحول إلى حقيقة معاشة بكل أبعادها. إذا صح فهمي أنا لما تعنون به وما يسمى بالمصالحة، فإذا كانت المصالحة مشروع أمة فكيف لا تكون مشروع شعب؟ وإذا كانت مشروع شعب ولم لا تكون مشروع دولة، لكن دولة حقيقية وليست سلطة مفبركة أبعد ما تكون عن الحقيقة. نعم نحن ما زلنا نعلق الآمال آمال صخرة معلقة في شعرة، أي تصور منطقي هذا؟ نترك هذه الخزعبلات ونعود إلى الجد، شأننا شأن الأمم الأخرى. كيف طرحت قضية المصالحة في كل البلدان عند كل الشعوب عند كل الأمم في مختلف العصور؟ ونتعامل مع الوقائع كما حدثت في التاريخ وكما عولجت في التاريخ وكما ينبغي أن تعالج اليوم في واقع التاريخ المتزايد الحالي والمستقبل. على هذه فرصة أولى إن شاء الله. أنكم أخي تسمعون مني مفهوم المصالحة كما ينبغي أن يكون وليس كما ينبغي وليس كما نحلم وليس كما
نرغى ونرغب ونتلاعب بالمصائر، مصائر أمتنا. الحمد لله. فإذا كانت المشروع مشروعا أو على الأقل حتى وإن هي فكرة، كيف نحولها إلى مشروع؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. هو قلت لك انا، شوف انا مش هو المشروع نتاعي، يعني باش نشرح لك يعني كيفاش راني نعمل من اجل الوصول الى الهدف الاسمى اللي هو المصالحه. انا كيفاش نتصور باللي المصالحه الوطنيه الحقيقيه هي هدف استراتيجي لازم نوصلوا له. ولكن الشيء اللي كان موجود مثلا، كثير من الناس يتحدثوا عن المصالحه الوطنيه، يتحدثوا عليها كتصور، يتحدثوا عليها كتصور، وفي احسن الحالات هو انهم يصدروا بيان ويديروا فيه بعض البنود هكذا، ويطالبوا الناس من اجل يعني تطبيق هذا التصور. انا كيفاش راني نعمل؟ بديت قلت لك خذيت المبادره من خلال هذا الموقع نتاع اليوتيوب ومواقع واحده اخرى، هو انه ما دام هذا الحوار راه مفتوح، هذا نتاع الحوار بالصوت والصوره، بديت من هذا الاساس، انه وجهت نداء للناس من اجل الدخول في حوار مباشر، هو انه انسان يعطي الراي نتاعو في المصالحه، كيفاش يشوف فيها، وش هي الحاجه اللي يقبلها، وش هي الحاجه اللي ما يقبلهاش، ويحدث الحوار، لانه الناس راها تطالب في السلطه بفتح الحوار وبفتح الاعلام. انا لا اطالب السلطه، السلطه راها طرف في الصراع، من المستحيل انها هي تدير المصالحه، لانها الطرف في الصراع. والوسم، طرف المعادي إذا سمحت، نعم، طرف الطرف في الصراع، طرف. الذي يتصور أن المصالحة هلاك لها، إذن نهاية لها. نعم، في التصور تاعي، ما دام راهو النظام طرف في الصراع، إذن هو من طرف المستحيل. معطل، نعم طرف معطل. نعم إذن في الجزائر، المشروع هذا نتاع المصالحة ما يقدرش يتوسع، لأن النظام له بالمرصاد. كل ما تبان مبادرة، كل ما تبان فكرة، كل ما يبان تصور، النظام له بالمرصاد. وراه الآن أصبح حتى مع الأحزاب، بكري قال مثلا أحزاب قوية، قال مثلا الجبهة الإسلامية، والله جبهة القوى الاشتراكية، والله الحزب نتاع جبهة التحرير، الآن أصبح يطبق السياسة نتاع التفريق حتى مع الأحزاب التي لا وزن لها، يخترقها من بدايتها. إذن لابد من مبادرة خارج النفوذ تاع السلطة، خارج الوسمو. هذه المبادرة بحكم أننا نعيش في الخارج بعيدين عن التأثيرات تاع السلطة، وبحكم أنه هذا الحوار متاح للجميع، يعني ما فيش قال مثلا اختراق، والله قال مثلا وسمو، الناس راها تتحاور في حوار، واحد يمد في وجهة النظر تاعو. والإعلام الآن نكسره هنا من خلال هذا الفك الحصار، من خلال هذا الحوار المباشر، انه نكسر هذا الحصار، يصير انه كل انسان له الحق بان يفتح مثلا حساب، لكل انسان يستطيع ان يفتح مدونه، ان يفتح موقع من خلال هذا الانترنت، انه نجبر الناس على جلب باش تهبط للانترنت من خلال الحوار هذا، ويصير انه نكسر هذا الحصار اللي راه مفروض من خلال القنوات الفضائيه ومن خلال المواقع نتاع السلطة، يعني الممثلة في الصحف، ويصير أنه الناس تتفاعل، تولي الناس تتفاعل مع الأصل، تروح ليه، قال مثلا الآن الشيخ عباس يرى عنده حساب في اليوتيوب، أنا ما نروحش القناة الفضائية ننتظر على جل باش تسمح لي، باش تفتح لي الخط باش نتكلم معاه مباشرة، راه عنده حساب، عنده موقع، نروح ندخل معاه في حوار مباشر. هذا هو من خلال هذا الحوار تخلق الديناميكية هذه نتاع الأخذ والرد، من بعد نوصلوا، لأن المصالحة هذه نعملوا لها، ماشي قال مثلا نطالبوا بها النظام، خلاص هذه نتاع أنه نطالب بالنظام، هذه أنه الإنسان يبطل منها، يحبس منها.